صاركم شهرين عم تجهزوا الوراق على جهزوا وحطوا وخذوا وبعتوا وجيبوا شنطتوا هالزلمة علي بالآخر هيك بهالبساطة بيقولوا لكم ما عاد بدنا شو عم يلعبوا فيكم؟ يضربوا ما أغرزهم أنا هاي الجزيرة ما بحبها لك بنتي بيضلوا بعيتوا بيتخانقوا أمي مو الجزيرة هو طلع يشتغل بمستشفى نفس شغلته ممرض شو ما كان لك بنتي شو ما كان يا طولي بالك لك أمي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم السفر اسمه المصيب لك أمي ايه زهرة امي معها حق يمكن الله عطل لكم هي السفرة لانه وعدكم بشي احسن الحمد لله كتر خير تقبريني وين وجوزك هلا ما بعرف فتح الباب وطلع معنا شايف بعيونه انكسر يبعتلي حمى امي قومي اعملي لها كاسة بابونش خليها ترتاح على عيني امي اسمعي مني هالكلمتين يا بنتي انا بزمانه انا وابو عبود الله يرحمه كنا بدنا نسافر على دير الزور اجا هونيك شغل قمت انا حلمت بمنام قبل بيومين من السفر عدنان وحبيبي هي مصاري التلفزيون والرسيفر ما عاد رح بيعهم خلص راح اللي راح خليهم بجيبتك وبتخلي التلفزيون والرسيفر عندك اعوذ بالله شو عم تحكي الله يخليك مثل ما عم بقول لك قسما بالله ما راح اخذهم شبك انت ما انا رفقات افرضني انا وقعت بضيقه ما بتسعفني بعدين اخي انسالي سيره هالسفره الزفت خلصنا بقى الله لا يردها رجال ما بينضاموا الليله بتريح لي حالك وبكره بتبلش تطلع معي على الماكينه يا هلا شو انت شو عم تحكي؟ كمان قاسمك رزقتك اعوذ بالله شو عم تحكي رأفت؟ بدي ازعل منك ها الرزق على رب العباد بعدين انا عن جد بحاجة لواحد وانت اولى من غيرك قسما بالله ما بنسى وقت اللي لحقته لأبي لولا وجودك بالحارة كان الله ستار مو مشكلة عدنان انا رح اعمل جولة تاني بركضا هيك الله بيفرجها طيب وانا كمان رايح يلا بخاطرك مع السلامة لا تواخذني عدنان الله دك يا رجل عيب ليش عم تعاقبني كأنه أنا السبب؟ مين قال أنت السبب؟ معاملتك شوف حالك كيف ما عم تحاكيني كل الوقت رأفت والله العظيم بموت إذا بدك تضل هيك بتعرفي وين المشكلة؟ المشكلة إنه بلشت أحلم بالبيت اللي هشتريه. بلشت أحلم ببيتنا. بيت حلو كتير. له جنينة. في شجرة ليمون أنت زرعتيها. في مرجوحة كبيرة. بلشت أتخيل تختها لفرح. وعليه شراشف حلوة كتير. مرسوم عليها عصافير وورد. تخيلت قمصان النوم اللي أنا عم لبسك إياها قمصان حرير ولك حتى تخيلت الحنفيات حنفيات الحمام اللي عم تضوي مثل المراية تخيلت البانيو تخيلت بيت حلو كتير عن جد كتير حلو حمام نظيف حمام للبني آدمين مو مثل الحمام اللي عنا هذا المعفن مو مثل بنوم خلص مو مشكلة مشكلة يا حبيبي ما قلت لك لما بصير عنا شاغل انا ببعت خبر وراك مزبوط بس يعني من 6 شهور معقول هلا ما صار شاغل يا حبيبي العالم بهالايام عم تتمسك بالوظيفه باظافرها ولما عم يختروا عم يعملوا مليون واسطه لتصير الوظيفه لاولادهم
شو كمان الوظيفة صارت وراثة؟ طيب يعني أنت ما لقيت لك قرن بشي مشفى خاص؟ اسمع لك، أنا بدي ساعدك. خذ هذا اسم دكتور بعرفه، روح لعنده وبركدم بيساعدك. ايه بس هذا دكتور نسائي، يعني بشو بيلزمه يعني؟ لك يا حبيبي هلا انت روح لعنده وما بتعرف بجوز يساعدك. طيب كتر خيرك. اهلا والله يخليك، يعني اذا صار اي شاغب لا تنساني، الله يوفقك. على راسي تكرم عينك. السلام عليكم. اهلا وسهلا. هذا الزيت حليمة، من كل عقلك يعني عم ترجعي لي الاغراض؟ بالله شو؟ مو حضرتك رجعتي لي المصاري؟ يلا يلا قوم روحي البسي، حتصير الدنيا ظهر. يلا. يلا طبريني. يلا خلصت. شايلي شوي. طبريني احمليها لفرح بس شوي شوي ها، لأن نايمة وبديها تفيني. يلا 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 سبقيني. لي عليك شو بدك مصدق وهذا وقاص اخر. ليكو ليكو اجا. مرحبا دكتور، شلونك؟ يعطيك العافيه. الظاهر ما تذكرتني، انا خالي ابو احمد اللي سويت له عمليه الزايده من غير اليوم. شو ما؟ لا بليد الشر عن قلبه، شو مات يعني؟ بس انا جايه هيك بدي اطلب منك طلب، بلكي بتحسن تساعد رفيقتي. شو عم جاي؟ مو انا، انا بصراحه جوزي ممرض، يعني هو متخرج ممرض، الله وكيلك يا حكيم، ايديه بتنلف بالحرير، يعني قلت لحالي بركدم بتوصفوه هون عندكم بالمستشفى، جربوه والله هو كتير منيح. تركي اسمه مكتب التوظيف. قلت لك انا ما بدي دني حالي لحدا. قلت لك لا تقولي لي بالك، مشان الله هاي الايام ما حدا بيساعد حدا. حليمه لك ليك نهاية، انا رفيقتك وعم ساعدك، شبكي لانك معتره، لانك تشبهيني عم تساعديني، مشان الله خلاص. ايه امشي امشي دخيلك انت، ولا حكي تجيبي من عند جوزك، الدنيا ما بتخلى تقبريني. امشي. لا لا تقولي انزل انت حتشوفي. لا سيدي يا بيت شو هذا؟ تفضل. لا تواظني قطعتك، بس يعني صار لي ساعة يعني إذا ما في يستقبلني خليه يمشي برجع لي المرة. يا عين، أنت ليش وصلت هالمحل؟ قلت لك لا أدخل نفسي كله. تفضل ارتاح. شكرا. أهلين. إيه حبيبتي، إيه بابي، شو؟ مرحبا. أهلين وسهلين بأنور بيك، نورت العيادة والله. حكيت مع الحكيم على الموبايل وقال لي مروق. ولو أنت ما بدك تليفونات، ما هي العيادة عيادتك. شو؟ حضرت المدام الجديدة؟ ايه ايه مدامتي. الله يهنيك، شي ظريف كتير والله. في عنده حدا؟ ايه عنده، بس ولو انت شي تاني يا انور بيك، تفضل معي على الباب تاني. اطلبي لي في تشريف. الله وكيلك، اذا بتشوفه ما بتقول عنه ممرض، بتقول ملاك رحمه ونازل على الارض. ايه وشو بدي فيه؟ يعني بركدم بيحسن يساعدك هون، بيشك قبر لهالناس اللي عم تجي. بعتذر، في قرار من وزاره الصحه بيمنع بضرب القبر بالصيدليه. طيب بيساعدك هون بالصيدليه بغيابك يعني لما بتروح. مرحبا. اهلين. ممرض ما هي؟ سمعتك جوا انك عم تدور على شغل لقيت؟ لا والله يا استاذ. بصراحة الماما تعبانة شوي وبحاجة انك اليوم تاخذ ابرة، وانا كنت عم فكر انه ممرض يجي كم ساعة يقعد معها بالليل، تقدر؟ ايه طبعا بقدر، جاهز. طيب تفضل.
you.